متابعينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. يعني تحديث سريع بشان الاحوال الجويه، نتواجد الان في المنزل في غربي العاصمه عمان، تحديدا في منطقه تلال العلي. والاحوال الجويه هي احوال جويه شتويه للغايه، هناك امطار بحمد الله تهطل، كميات الامطار في بعض مناطق العاصمه وصلت الى حدود 20 ملم. يتوقع ان يستمر هذا الطقس البارد والممطر خلال ساعات مساء هذا اليوم ونهار يوم الغد بمشيئة الله تعالى. هذه الأمطار هي أمطار ممتازة جدا للغاية، تبشر بموسم مطري خير، وهي طبعا أعلى من الكميات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. أجواء ماطرة أتوقع أن تستمر مساء هذا اليوم، نهار يوم غد السبت يبدأ الاستقرار التدريجي على الأجواء اعتبارا من نهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. أيضا ننوه بأنه يجب أن نكون على انتباه بشأن استخدام وسائل التدفئة، أن نستخدمها بالأسلوب الآمن في ظل هذه الأجواء الباردة، كما ندعوكم للاستمتاع بهذه الأحوال الجوية الرائعة والماطرة من داخل منازلكم امتثالا لأوامر الحكومة طبعا لمكافحة تفشي الفيروس. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد، إلى اللقاء.